السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من كيفية التسجيل في برنامج المعلم الخبير. أول حاجة أنا بروح للموقع بتاع Educator Center، وطبعا زي ما احنا اتفقنا في الفيديو السابق ان احنا لازم نعمل داونلود لملف الوورد علشان ده ملف غني جدا جدا ومفيد. أنا في الفيديو دوت هنشتغل احنا مع بعض على الملف ده ونشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن ناخد بالنا منها. اول حاجة هو بيقول لي كده تمهيد، بيقول لي ان التسجيل ده هيكون موجود او متقسم الى 3 سيكشن، وبيأكد على حضرتك ان لازم تكون مخلص التسجيل قبل يوم 15 جولاي، وان النتيجة هتظهر يوم 30 اغسطس ان شاء الله. وكمان بيقول لحضرتك انك انت لازم تاخد بالك، هو لو استعمل كلمة educator فهو يقصد بيها الناس اللي بتدي التدريب بمنتهى البساطة، ولو استعمل كلمة learner يبقى هو الناس اللي بيوصل لهم التسجيل. وفي اي لحظة ممكن حضرتك تدخل للصفحة بتاعت السلف نومينيشن لو حضرتك دوست على اللينك ده. بيقول لك ان الترشيح دوت بيتقسم الى 3 اجزاء. فيز 1 ده بيتكلم على انت مين وايه الحاجه اللي انت بتستعملها، ايه التولز اللي انت بتستعمله، وبيقول لك ان ده ما بيأثرش كتير في السيلف نومينيشن. بمعنى ايه؟ يعني الناس اللي عندها موقع فظيع للمدرسه والمدارس، يعني انا اللي ما عندهاش مواقع او هكذا، انا بتهيالي ان هو بيدي هنا كده فرصة ان احنا نكون عندنا نفس الفرصة. الفيز رقم 2 دوت بيكلمك على ايه اللي انت بتستعمله من برامج مايكروسوفت، ايه التولز اللي عند حضرتك، بتستعمل الون نوت، بتستعمل التيمز، بتستعمل سوي، فهو بيسأل حضرتك بالظبط ايه اللي انت عايزه. وكمان بيقول لك حاجة مهمة قوي، من المصلحة ان حضرتك تخلص السيلف نومينيشن ده قبل يوم 8. ليه؟ علشان يكون عندك فرصة لو في اي مشكلة انك انت تعمل ريسبميت تاني. احنا عارفين ان الديدلاين هيبقى يوم 15، بس ما تستناش لاخر وقت، عشان لو انت بعد يوم 15 حابب تعدل او ما جالكش يعني الاوكي فانت هتكون فقدت السنة دي. فبيقولك قبل يوم 8 علشان يبقى عندك فرصة انك انت تعمل ايه، تعمل ري سبميت من اول جديد. الاسئلة دي سكور، يعني ايه؟ يعني هو مديلك حاجات كده وحضرتك ايه هتختار منها. تقولي طيب يعني مش هتكتب هنا حاجة. وفي فيز 3 بيقولك فيز 3 دوت انت هتعمل فيه ايه، دي اسئلة يعني طويلة، يعني هتقعد تكتب فيها وهو محدد لك ساعتها انت هتكتب هنا كم كلمة او كم حرف بالظبط. فحضرتك خد بالك من فضلك للديدلاين، اعتبر ان الديدلاين بالنسبة لك هو يوم 8. وبيقول لك كمان في ملف الوورد ده انا حاطت لك في الاخر شوية كورسات مهمة جدا علشان تبقى تخليك مستعد، علشان انت تكون يعني فاهم الدنيا واضحة كويس جدا. ولازم كمان لو انت مش فاميليار مع التيمز والون نوت والفورمز اللي هي الحاجات الاساسية اللي مش ممكن يكون في اكسبرت ادوكيتور هو مش عنده التولز دي. دي اول صفحة بالنسبة لنا. فيز 1 زي ما احنا شايفين كده سهل وبسيط. فيز 1 مش ضروري تعمله في ملف الوورد لاني هو انت الدنيا واضحة، يعني هتكتب اسمك والاسم الاخر لحضرتك وفي بيرسونال ايميل. يعني انا عاملة ايه، انا كاتبة هنا مثلا الايميل بتاعي الهوت ميل، يعني كاتبة هنا الهوت ميل وبعدين كاتبة طبعا ده الملف اللي على الانترنت، يعني مش صفحة الوورد اللي انا عاملة لها ده، وكتبة كمان السكول نيم الايميل بتاعي، يعني انا هنا كتبة الهوت ميل وهنا كتبة ايميل فيوتشرز،
وكاتبه الادرس، انا كاتبه على شيراتون يعني، مش كاتبه اسم اللوكيشن بتاع مدرستي في الهوم ادرس، وكاتبه برضو الهوم ادرس بتاع المدرسه بتاعتنا، العنوان بتاعي. دخلت كتبت على اي براوزر اسم المدرسه وطلعت اللوكيشن بتاعه وعملته كوبي بيست. هنا كاتب لي كمان الويب سايت، لو المدرسه بتاعت حضرتك ما عندهاش ويب سايت من فضلك اكتب لو هي عندها صفحه فيسبوك هو هيقبله. وانت التايتل بتاعك ايه، انت بتشتغل ايه، سينيور تيتشر وهكذا. دي الاسئله الاساسيه اللي هي about you. لما ننزل في الملف كده، انا ممكن اعمل لكم في الملف بدل ما يبقى صعب كده، ممكن اعمله لكم في reading view ويبقى اوضح بتهيألي. هنا كده احنا اتفقنا على الحاجات دي وخلاص، ما بقاش عندي مشكله فيها. طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى، اختار الرول بتاعك، يعني ايه هنا انت مدرس ايه او بتدي ايه او هكذا، او انا مقدمة ان انا مثلا مش مدرسة، فانت ايه تقدر انك انت تجاوب. انا كتبت ان انا ترينر مثلا، او ان انا اي حاجة حضرتك من هنا، بس هتعمل تشيك على المربع بتاعك. وبما اني مربع يبقى معنى كده انك انت من حقك ده في اي اصلا فورمز او في اي حاجة، بما ان يبقى فيه هنا الدايرة دي مربعة كده، يبقى معناه انك انت تقدر تختار اكتر من اختيار لو حضرتك عندك اكتر من دور. في سؤال تاني بيقولك المدرسة بتاعتك شو كيس سكول ولا انكوبيتر سكول ولا نيرد. من فضلك ما تقوليش انا مدرستي شوكيس سكول او انكوبيتر سكول. ليه؟ لان هو انا فعلا المدرسه بتاعتي قدمت ان هي تبقى كده. هو بيديك دروب داون منيو انت هتختار منه، فانت ما تقولش ايه مدرستي شوكيس سكول، لان هيقولك طيب هو هيديك اسامي كل الناس كل المدارس الشوكيس سكول تختار منها، فساعتها لازم تكون حضرتك عارف. طب لو هي مش كده ومش كده، هتعمل ايه؟ هتكتب اسم المدرسه بتاعتك زي ما حضرتك شايف. يعني هو هيديك دروب داون وانت تعمل تختار اسم المدرسه. لو لا حضرتك اكتب اسم المؤسسه او اكتب المؤسسه اللي حضرتك تتبع ليها. بيقول لك كمان ان في هنا الرينج اللي انت بتدرس فيه. فبما اني سلكت اقول، حتى لو ما قاليش سلكت اقول، وانس ان انا لقيت فيه مربع يبقى انا اقدر اختار اكتر من اختيار زي ما حضرتك عايز. انا مثلا ما بدرسي، بس انا مختاره ان انا ايه بدي تدريبات. يبقى خليك واضح والدنيا ماشيه معاك صح يعني. طيب بيقول لي طيب انت بتدرس ايه الماده بتاعتك، فانا اخترت ان انا بدي ماث مثلا. ممكن حضرتك تدي ماث وتكنولوجي، ممكن تدي زي يعني اختار الدور اللي انت بتلعبه. وبيختار السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه، بيقول لك ان الطلبه بتوعك عندهم الاكسس للانترنت، اكتب يس او اختار يس او نو، او انك انت مش بشتغل مع الطلبة كده. يعني ايه يعني خلي حضرتك واضح جدا في اجاباتك. في اجاب برضو، يا ترى هم الطلبة بتوعك عندهم انترنت في البيت، فاكتب جزء. بيقولك كلهم يعني جزء منهم وهكذا. الطلبة بتوعك بيستعملوا أجهزة شكلها إزاي، عندهم موبايل فون. فدي كلها أنا أعتقد أن حضرتك سهل جدا أنك أنت تتعامل بيها. في كمان هنا سؤال، والسؤال ده يهمني على المستوى الشخصي جدا يعني. بيقولك أنك أنت حطيلي الـ URL بتاع تويتر والفيسبوك والإنستجرام ولينكدين. وفي تحت كمان في حاجات كتير، تيك توك واليوتيوب شانل والبلوك وحاجات تانية لو عندك حاجة أكبر. وبيسألني كمان على عدد الفيور الفولوينج في تويتر.
لو ما عندكش تويتر لازم تعمل النهاردة، لازم تعمل دلوقتي، لأنه مفيد جدا جدا. التويتر دي هتقدر توصل بيها لكل الناس المهتمين بالعملية التعليمية، بينشروا حاجات وكل الأبديت هتلاقيه مش على الفيسبوك، هتلاقيه على التويتر. فمن فضلك وهو طبعا التسجيل ليها فري، فمن فضلك لازم يبقى ليك حساب على التويتر، لازم يبقى ليك حساب على الفيسبوك، اوكي، الانستجرام، لينكد ان. الحاجات دي بقت مهمة جدا جدا. ما تقوليش ان انت عندك حساب على التويتر وبعدين لما يسألك عدد الناس اللي بيتابعوك قد ايه مش هتلاقي. بما ان هو ابتدى يسأل السؤال ده وانت ما عندكش حساب، من فضلك ابدأ اعمل اليوتيوب شانل. انا شايفة انك انت لازم يبقى عندك يوتيوب شانل. ليه؟ لاني انت ما تخليش معلومة، مش علشان تعمل بيها على فكرة تبقى يوتيوبر وكلام، لا، علشان انك انت كل حاجة تتعلمها في زمايلك بيها، في الطلبة بتوعك، في فيدهم، فتفيدهم. كل حاجة تتعلمها اعمل لها فيديو وحطها على اليوتيوب وخليها بابليك على اساس ان الناس كلها تستفيد، وعلى اساس ان احنا كمصريين يبقى عندنا يعني ثروة قوية جدا جدا موجودة من الفيديوهات التعليمية. السؤال اللي بعد كده بيقول لك بقى انت ايه التولز والديفايس اللي انت بتستعملهم على طول، فانت تختار اللي انت عايزه. يعني انا هنا اخترت اوفيس 365، اخترت تيمز، اخترت زوم. في حاجات انا مش عارفاها ولا عمري بستعملها، مش مشكلة. وبعدين هنا بيقول لي طيب مدرستك بقى بتستخدم ايه، برضو انت ممكن تجاوب بمنتهى الصدق. الموضوع على فكرة مش انك تفوز بالشهادة او ان يبقى عندك اسم، لا، الموضوع انك انت تبقى افضل. يعني الحاجة اللي تكون مش عند حضرتك اديك عرفت بيها، يلا ابدأ اشتغل بيها. برضو هنا بيقول لي ايه المواقع او الحاجة اللي الكوميونتي اللي انت مشارك فيها. انا بقى السؤال ده ان شاء الله لما يكون عندي وقت هذكره بالتفصيل. يعني ايه؟ يعني انا عارفة الميرج امباسدر وكهوت، وعارفة مثلا اني انا ماينكرافت جلوبر منج، بس كل حاجة مش عارفاها من دول انا ان شاء الله هبدأ اخدها لوحدها وبعدين اعرف عنها واذا جاز تعجبني. يعني انا شايفة ان السؤال ده عبقري. ليه؟ علشان الحاجات اللي هي الاساسيات بقى اللي احنا ممكن نبدأ نشتغل عليها. ومكمل لك ده بقية السؤال بتاعك، فانت ممكن تتواصل بمنتهى السؤال. ويكلت امباسدر، يعني لازم تكون حاجات كده، لازم تكون مشارك في الحاجات دي، مش علشان تاخد شهادات منها ولا علشان سوري ولا علشان تبقى امباسدر، لا، علشان انت تبقى كويس، علشان انت تبقى افضل. وافضل يعني في الاخر الكلام ده هيعود على الطلبة بتوعك ان شاء الله بالخير. السؤال اللي بعد كده بيقول لي طب انت خدت كورسات من الموقع ده؟ اقول لك انا بصراحة ما دخلتش الموقع ده، خدت منه كورسات انا عارفاه، وحتى ميس سولنج كانت عاملة فيديو بتشرح الموقع ده قد ايه جميل، وانا فتحته، هو تقريبا هو ده. انا ما اشتغلتش عليه وما خدتش عليه كورسات، بس اديني عرفته مش هسيبه بعد كده. فانا لازم هكتب ان انا ما اعرفش، ما خدتش من عليه كورسات، لاني انا ما اقدرش اقول له انا خدت منه كورسات، لان هو في الاخر بيسالني يقول لي ايه، بيقول لي حاجه مهمه جدا، بيقول لي لو خدت عنده كورس، خدت منه كورسات، طب من فضلك حط لي اليو ار ال بتاعه. فانا كتبت ايه، كتبت نو. وبكده احنا
خلصنا فيزو.